وزارة الأوقاف والشؤون اليوتيوبية كنصحكم إلى عجبكم هذا الفيديو متنساوش ديروا لايك وتابونوا في لاشين ديال زيتون بي 4. كناكل شوكولا ما كنوري لكمش طريق عالي. اوكي اليوم غادي يكون فيديو ماشي فحال هذوك اللي دازو، غادي يكون فيديو شويه سريع شويه سبيسيال. نهضروا على بي اس 5 اللي عاد عملوا سوني الشو اوف ديالو. المهم بلاي ستيشن 5 فيه نفس البروسيسور اللي خرج في اكس بوكس سيري اكس. ما نهضركمش على الفرق لان كل واحد وباش كينزل. حمد انا في بلاي ستيشن كيعجبني فليكسكلوزيف اش كنت بوقف هاد الكلمه هادي علاش. المهم بي اس 5 كيعجبني في ليكسكلوزيفيتي ديالو. ليكسكلوزيفيتي حيت ان عنده بزاف ديال لي جيم اللي كاينين غير في بلاي ستيشن، ما كاينينش في اكس بوكس ولا بي اس. والديسك دور اللي جا فيه اس اس دي بالحق كاستم مايد تعدل خصيصا غير من بي اس 5. هاد ديسك دور هذا فيه 825 جيجا، وحنا كنعرفوا باللي الجيمز دابا حاليا كيف الجيجا كبار، يعني كتوصل كاين لي جيم اللي كيفوتوا 100 جيجا. بزاف ديال الناس كيعجبهم يلعبوا بزاف ديال لي جيم وتقدر تديك 825 جيجا ما كافيهمش، دونك هما عملوا بلاصه تقدر تزيد ديسك دور اخر. وهاد بي اس خرج دو فيرسيون، فيرسيون ديجيتال وفيرسيون نورمال. فيرسيون نورمال ممكن انك مثلا تشري السي دي ديال الجيم بحال مثلا فيفا، تشري فيفا السي دي تركبها في بي اس 5 غادي تخدم نورمال. ولكن ديجيتال ما فيهاش بلاصه ديال السي دي، يعني ما فيهاش ليكتور. باش تلعب خاصك ضروري يا اما تيليشارجي جيم من الانترنت ولا تشريها وتيليشارجيها، يعني كخدامه ديجيتال كلشي اونلاين. هو غيكون اللي بالسي دي غادي يكون زايد الثمن طبعا، ولكن ماشي بزاف، يعني شي 50 دولار 60 دولار يكون زايد ماشي بزاف. والمانيت ديالو بالنسبه لي هي احسن مانيت خرجت حاليا في العالم. المهم بي اس 5 هذا هو الشكل ديالو. ما فكركوش في شي حاجه. Look at this dude. اوكي ايم ان اسهول واتس يور بوينت. بصراحه رائع وكتحس به بحال كتاب ماشي بلاي ستيشن هذا. و بي اس 5 عجبني فيه بزاف واحد النقطه هي لي زاكسيسوار اللي غادي يجيو معاه. كوم اولا نبداو بالمانيت. المانيت طبعا غتجي معاه واحد الشارجور ديال جوج لي كونترول اللي غادي يجيو مع بعضهم، غادي فيهم بحال واحد الشارج ديال النوت. شوفوا غادي فيه بحال واحد التليفون، تقدر تخدم فيه نتفليكس اي حاجه، بغيت تتفرج شي فيلم وتقدر تعمل به كل شيء. واصلا هذا معروف هذا الشيء. دابا نعاود اجي فيه لي زيكوتور ديال البولس، غيجي فيه 3 دي اوديو، هذه خاصيه جديده اللي ما شفناهاش في لي فيرسون اللي فيه. هذه واحد حاجه ما كايناش في الاكس بوكس، وهذه واحد تجربه جديده انك تلعب جيم 3 دي اوديو. وغتجي فيه حاجه اخرى هي الكاميرا، يعني تقدر تستخدمها في ستريمينغ او في الجيمين في ار ولا بزاف. وهادشي هذا طبعا ما غايجيش كامل غالبا، حنا ما عارفينش دابا هاد لي زاكسيسوار هادو ما غايجيوش كاملين في يعني مع البلاي ستيشن. طبعا يجيو فيه لي كونترول ديالو، كل حاجه غتشريها منفصله بحال لي زيكوتور وداكشي. هاد الكونترول فيه بزاف ديال الحاجات حماسيه، غايجي فيه حتى ميكرو بالمانيت تقدر تصيفط اوديو واتساب. You ever look at someone and wonder what is going on inside their head؟ الثمن ديالو حسب ما يتداول يتراوح بين 450 اورو و 500 ديال الاورو، ولكن ملي غادي يجيني هنا في المغرب كنظن غادي يتعشر ويقدر يكون داك 6000 7000 درهم. ولكن مع الوقت راه بقيت راجع الثمن ديالو، ممكن تشري حتى انت ديك الساعه ب 500 اورو. فكنتمنى تعجبكم هذه الحلقه. بغيت نانفورميكم بلي انا كنعمل لايف فيسبوك جيمنج، كنلعب فوق ناس، كنلعب فالورانت، كنلعب اي جيم يعني بغيتها. المهم انا كيعجبني، ما كيعجبنيش نتاضر مع واحد الجيم ونتاميليورا فيها، بالعكس كيعجبني نجرب بزاف ديال لي جيم. يقدر مثلا في الكومونتير تقولوا لي جيم اللي نقدر نستريميها لكم بكل فرح زعما. نتمنى تكونوا غير حاضرين معايا. المهم انا نخلي لكم الرابط ديال صفحه الفيسبوك في الديسكريبسيون، وانستغرام ديالي انا اكتيف بزاف في انستغرام. خليو لي واحد لايك، عملوا لي كومونتير، قولوا لي كيفاش جاكم بلاي ستيشن، وقولوا لي حتى الالعاب اللي بغيتو نستريمي لكم مستقبلا. اي بون بلا ما نطولوا عليكم، اصلا قلت لكم الحلقه غادي تكون قصيره ولكن وقيلا طولت فيها بزاف. الا نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. تشاو. بلاصه